بقى دلوقتي كده اطمنكم على حاله الطقس النهارده اخبارها ايه. ويتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه طقس شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشماليه، معتدل الحراره رطب ليلا على كافه الانحاء، وارتفاع نسبه الرطوبه نهارا بيزيد من احساس الحراره بالطقس. وخليني دلوقتي بقى اقول لكم كده درجات الحراره المتوقعه النهارده لبعض محافظات الجمهوريه، والبدايه دايما تكون مع القاهره. القاهره عندنا العظمى 36 والصغرى 24، اسكندريه 31 24، إسماعيلية 37-23، والدقهلية 35-24، أما الغردقة سجلت النهاردة 39-28، والمنيا 37-25. بالنسبة بقى لبعض العواصم العربية والعالمية، خليني أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة إيه، والبداية بتكون مع الرياض. العظمى 42 والصغرى 30، أبو ظبي 39-32، أنقرة 31-17، لندن 25-14، واشنطن سجلت 28-22، وفي النهاية بكين سجلت النهاردة 37-23.